نروح بقى للفقره اللي بعد كده. دايما فقره كل يعني حريصين عليها ان احنا نقدمها لحضراتكم في برنامج الاشبال. دايما بنسلط الضوء على المواهب الموجوده سواء في مصر او خارج مصر في قطاعات الناشئين الاخرى، وكنا يعني غير مقتصرين على قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. لما يكون موجود موهبه في اي فرع او اي قطاع ناشئين اخر كنا بنسلط الضوء على الموهبه دي ونقول ان اللاعب ده هيكون ان شاء الله ليه شان في يوم من الايام وهيفيد الكره المصريه. ايضا فتحنا موضوع قبل كده على الجنسيات المزدوجه واللعيبه المحترفه خارج مصر اللي بيحمل اكثر من جنسيه، وبنتابع كل اللعيبه في كل الدوريات. عندنا في موهبه بارزه ظهرت، هي مش ظهرت ومفاجاه لينا، لا احنا كنا مسلطين الضوء عليها من زمان، وهو كان بيلعب في الجونه. مباريات الاهلي مع الجونه كنا بنذاعها وكنا بناخد ملخصاتها وكنا بنذاع التقرير هنا، وكنا بنقول اللعيب ده ان شاء الله هيكون ليه يعني يوم من الايام هيتالق وهيوصل. اللاعب ده اسمه بدر اسلام الشاطر، هو نجل كابتن اسلام الشاطر. وبالمناسبه كنا بنتكلم عليه من زمان وهو بيلعب في الجونه، لعيب موهوب مواصفاته البدنيه والجسمانيه ما شاء الله تؤهله، لعيب بيلعب في كذا مركز، بيلعب ممكن مهاجم، بيلعب وينج، فبيحل كذا مركز. ما شاء الله الفترة السابقة بدأ ياخد خطوات أخرى غير الدوري المحلي ودوري الناشئين، وبدأ يروح بره للدوري الأسباني نادي بوبليسك. دي آخر محطات بدر إسلام الشاطر اللي بنتمنى له إن شاء الله كل التوفيق، وهو موجود دلوقتي معانا على سكايب. تحياتي ليك يا بدر ومنورنا على قناة الأهلي. كابتن أخبارك إيه؟ من نور يا كابتن، الحمد لله كله تمام. طبعا شرف ليا ان انا اكون مع حضرتك النهارده. انا بنطق الاسم صح دلوقتي؟ بوبليسيك صح الاسباني؟ ايوه صح طبعا. قول لي بقى بدر، تجربتك ازاي وصلت للدوري الاسباني والمحطه دي، ووصلت للدوري ده ازاي او للنادي ده ازاي؟ انا في الاول خالص كنا متكلمين مع النادي ده، يعني مع الوكيل بتاعي مع مصطفى، كان قايل لي في نادي بيلعب بنفس الطريقه، محتاج مهاجم كويس بيلعب اللي هو المهاجم الكلاسيكي اللي انت اللي هو بيبقى في الاغلب مهمته كلها جوه البوكس. رحت مثلا هناك على شهر 9 كده ولا حاجه، رحت تأقلمت مع الفريق على طول. يعني يعني في الاول طبعا كانت صعبه ومش سهله، كان انت ولا عندك لغه ولا وبعيد عن اهلك في غربه وكل حاجه، بس بعد كده مع الوقت بتتعود. يعني اتأقلمت دلوقتي؟ واسباني وفرنساوي وكتالاني وكل حاجه. كويس.